الفيديو ده للرجالة بس. وصلت لمصر أقراص اتش بي جلاند، علاج أكيد وناجح ومجرب للشيخوخة قبل الأوان، علاج للاضطرابات العصبية والنيروستانيا الجنسية وفقدان النشاط. استرجع نشاطك العقلي والجسماني باستعمال أقراص اتش بي جلاند، يعني مقويات، إعلان مقويات بس مؤدب محترم. حتى اتكسفوا يكتبوا في الإعلان ضعف جنسي وكتبوها نيروستانيا. بعد إذنكم هروح أشتري المقويات. باردون طولت عليكم، ادعولي. البنزين نار، سعره زاد قوي 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 قوي. انا هبيع الاوتوموبيل بتاعي واشتري بسكليت احسن. تخيلوا يوم 30 يوليو سنة 1961 اروح امون الاوتوموبيل بتاعي في بنزينة في الهرم وافولها 54 لتر. حرامي اللص الطماع يديني اللتر ب 42 مليم، يعني افول عربيتي ب 2 جنيه وربع. يا ظلمة رايحة بينا على فين يا بلد؟ رايحة بينا على فين يا مصر؟ لكن قولولي اللتر بكام مليم دلوقتي على زمانكم؟ بكام؟ لتر بنزين بقى بكام؟ برضه طولت عليكم. لا 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 ده كتير يا عالم والله. العلم خلاص ما سابش حاجة إلا وعملها. بصوا الإعلان ده، الاختراع المصري الحديث، آلة الكتابة العربية، الأهرام المستعملة في مصالح الحكومة والمعترف بأفضليتها على غيرها من فطاحن الفنيين في القطر المصري. اللي عاوز يشتري الاختراع المذهل يروح على شارع المدابغ في القاهرة أو في شارع أيوب في اسكندرية. أنا بس اللي مطمني إنهم قايلين فطاحن الفنيين. عجباني أوي كلمة فطاحن دي. برضه طولت عليكم. لا ده كتير حقيقي كتير. اختراع النهاردة ثورة في عالم الاتصالات، وداعا للتليفون ابو قرص. ظهر في المانيا الغربية الان تليفون الكتروني لا يحمل هذا التليفون قرصا لادارته، ولكنه يعمل بالازرار. الازرار عليها ارقام، تضغط على الزرار يطلب لك الرقم. ايه ده؟ ايه الحلاوة والتقدم ده؟ ازرار في التليفون مش قرص. ولسه ما هنشوف. باردون طولت عليكم. أوريفوار. في أوائل القرن العشرين المجتمع المصري كان مسلمين ومسيحيين ويهود. علشان كده سيد درويش غنى وقال إيه نصارى ومسلمين، قال إيه ويهود، دي العبارة نسل واحد من الجدود. ويهود مصر كانوا بيأكلوا اللحمة الحلال وكان اسمها الكشير. عشان كده المعلم عباس محمود التقل الجزار اللي بباب الشعرية عامل عروض ليهود مصر بانه بيبيع لحم حلال كشير باشراف الشمير، يعني الحارس رفل داود. رطل البقري المشفي 85 مليم والرطل 450 جرام، يعني الكيلو ب 16 قرش تقريبا. ورطل الكندوز المشفي ب 120 مليم بحالهم، يعني الكيلو ب 23 قرش. معلم عباس مش كتير الاسعار دي يا حبيبي، مش ناوي تعمل واخد اكراميه لاخوك الخواجه ليفي؟ باردون طولت عليكم. أوريفوار. يوم الجمعة 23 مارس سنة 1934 نشرت مجلة المصور كاريكاتير ساخر على الغلاف بعنوان مصر البقرة الحلوب، ومكتوب على البقرة زي ما احنا شايفين اللي خيرها كتير عمليات، مقاولات، مشروعات، صفقات، عطاءات. وتحت البقرة بيحلبها البشوات والخواجات الأجانب، ومن بعيد الشعب واقف يتفرج، واقفين الشوشية اللي هم رجال البوليس بيبعدوهم. الشعب بيقول اوعى اوعى يا شاويش انت وهوه، خلونا نشرب من لبن البقرة زي الكبار والخواجات دول. رد عليهم الشاويش وقال اخرسوا وارجعوا ورا، ناس لهم اللبن السرسوب وناس لهم الطوب. ومن ساعتها واحنا لينا الطوب. بارتو طولت عليكم. أوريفوار. بشرى سارة للأسرة المصرية، معا نحطم الأسعار من أجل سعادة الأسرة المصرية البيضة.
البيضة بقت ب95 مليم، يعني تقريبا بتسعة قروش ونص، يعني كرتونة البيض باتنين جنيه وخمسة وتمانين قرش، أما الفراخ فالكيلو باتنين جنيه وخمسة وسبعين قرش. ده مش كلامي، ده كلام الرابطة المصرية للدواجن واللي أعلنت الأسعار دي. والعرض ابتدى من يوم 25 يونيو 1988 لغاية 1 يوليو سنة 1988. لكن قولوا لي بقت بكم كرتونة البيض دلوقتي في زمانكم ده؟ كم؟ بكم؟ ده عصركم بقى عصر البيض. برضو طولت عليكم. أوليفوار. من زمان ومصطلح أغنياء الحرب موجود، ده بيتكلم عن الطبقة اللي بتستفيد ماديا بعد الحرب. وبعد الحرب العالمية الثانية ما خلصت وفي نهاية الأربعينيات كان العالم كله خايف من انتشار الشيوعية، مبادئ الاتحاد السوفيتي القديم. الفنان إسماعيل ياسين حب يتريق على مصطلح أغنياء الحرب وكتب منروب بيقول: عين علينا يا فقر الحرب، يا عين علينا، عدى الحرب ولسه الكرب بيلعب بينا. لكن للأسف الرقابة أصدرت قرار بمنع إسماعيل ياسين من غنى المونولوج ده بحجة إن بيدعو للشيوعية. ده كمان الرقابة منعت إسماعيل ياسين من إنه يقول نكت للمتفرجين. على فكرة بقى المونولوج اتمنع لكن إسماعيل ياسين غيره لعين علينا يا أهل الفن، يا عين علينا. بردون طولت عليكم. أوريفوار. في العام الدراسي 1912-1913 وبعد انتهاء السنة الدراسية يوم 15 مارس سنة 1913 الجامعة المصرية أصدرت بيان بعدد الطلبة اللي كانوا في السنة الدراسية دي. عدد الطلبة كان 75 طالب، 14 طالبة و61 طالب. الغريب جنسيات الطلبة اللي كانت بتدرس في الجامعة المصرية: 36 مصري وسبعة فرنسويين واربعة ألمان واحداشر إيطالي واربعة يونانيين واربعة عثمانيين أتراك يعني، وتلات جراكسة واتنين روس واتنين تتر، وطالب أو طالبة واحدة من كل من النمسا وأسبانيا وروسيا وبلاد فارس أو إيران. الغريب كمان في مهن الطلبة موظفين حكومة ورجال قضاء وتجار ونظار مدارس ومدرسين ومحامين وأصحاب شغل حر. إيه أيام. برضو طولت عليكم. اخوكم الاكسلانس فنان وصاحب مزاج وسميه عديمه، علشان كده قررت انتج اسطوانه شريط يعني بلغتكم. لقيت اسعار المطربين نار. بصوا شوفوا، الست ام كلثوم بتاخد 1000 جنيه على الشريط، فريد الاطرش 500 جنيه، نجاه الصغيره 300 جنيه، صباح 300 جنيه، كمال الطوير والموجي الملحنين بياخدوا 200 جنيه، محمود الشريف وبليغ بياخدوا 100 جنيه، عبد الوهاب بقى ما بياخدش، ده شريك في الاسطوانه. الفرقه الموسيقيه بتاخد من 80 ل 200 جنيه في الاسطوانه الواحده. يعني الاسطوانه الواحده بتكلف 30 قرش وبتتباع ب 60 قرش. غالي برضو. برضو طولت عليكم. اوليفار. يلا بينا، قاعدين مستنيين ايه؟ يوم الخميس 15 ابريل سنة 1948 في حي الزمالك تم افتتاح ملاهي علي حسن، جايب العاب خطيرة زي صاروخ القمر وسرايا الضحك ومرايات الجن والزحليقة وسكة ابو زيد، وكمان موسيقى كلية البوليس هتعزف. المدينة فيها جناين وجنينة باتيناج ومطاعم. علي حسن جايب كمان ميس كارفر اللي هتنط في البحيرة من كبر ارتفاعه 30 متر، وكمان مستر رومس هيلعب العاب خطيرة قوي. رسم دخول مدينة الملاهي 5 قروش. يلا نجمع نفسنا ونطلع بعد الحلقة على مدينة الملاهي بسرعة. برضو طولت عليكم. أوريفوار. بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة هتلر هرب ألمان كتير من ألمانيا بعد الهزيمة، علشان كده سياسي ألماني اقترح على مصر انها تستضيف مليون لاجئ ألماني. طبعا مش مصدقيني، اتفضلوا شوفوا الخبر ده في جريدة المصور في العدد 1344 يوم 29 رمضان 14 يوليو سنة 1950. السياسي الألماني بيقول إن اللاجئين الألمان هيفيدوا الإنتاج والاقتصاد المصري، وإن الألمان مرحبين بفكرة إنهم يجوا كلاجئين على مصر، بس طبعا مصر رفضت. زمن وأيام. باردون طولت عليكم. هل أفلست الأغنية المصرية؟ سؤال مهم وبيطرح نفسه، جاوب على السؤال ده أكبر المطربين والملحنين.
العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ قال: لن أسمح للمتسلقين فرصة المقارنة بين أعمالهم وأعمالي. محرم فؤاد قال: ترديد الأغنية بأكتر من صوت خدمة ليها. بليغ حمدي بيحذر من اللي بيخربوا الفولكلور. أما محمد رشدي فبيتهم المطربين والملحنين والمؤلفين اللي انقضوا على الفولكلور. الملحن محمد سلطان قال إن أسهل شيء على الملحن إنه يقدم جملة موسيقية معروفة. أما المطرب ماهر العطار فبيقول إن استخدام الفولكلور هيسد الطريق أمام الملحنين. أساتذة الموسيقى العظام، ده رأيكم من 60 سنة عن سؤال: هل أفلست الأغنية المصرية؟ أمال لو كنتم موجودين دلوقتي وبتسمعوا اللي أنا سامعه هتقولوا إيه؟ سامعين؟ هتقولوا إيه؟ باردون، طولت عليكم. أوليفار، أنتم فين يا بتوع الجيم؟ تعالوا يا بتوع الترابيس والمجانس والباي والتراي، تعالوا شوفوا بطل مصر السيد نصير وهو بيتدرب في العشرينات. شوفوا الصورة، بطل أبطال العالم واقف زي الأسد في الجيم بتاعه، والجورنال كاتب تحت الصورة بيقول: أخذت هذه الصورة لبطلنا الكبير السيد نصير في أثناء قيامه بالمرام، ونراه واقفا بين أثقال الحديد كالأسد في عريني. أيوة، كالأسد في عريني. أهي الأدوات البسيطة اللي انت شايفينها في الصورة دي طلعت بطل عالم من غير بروتين وكرياتين وهرمونات. بارتون، طولت عليكم. عاش. كلنا بنتزنق، كلنا بنتعرض لأزمات مالية، وزمان بدل ما تقترض أو تستلف بتروح ترهن حاجة بتملكها مقابل مبلغ مالي اللي انت محتاجه. يعني مثلا لو محتاج فلوس من حد تروح ترهن عنده حتة ذهب، أوتوموبيل، أرض، شقة، أي حاجة تملكها ترهنها مقابل فلوس وتستردها لما ترجع الفلوس دي. الخواجة جيد جرجس اللي في بولاء بين الناس المحترمة اللي ممكن ترهن عنده ممتلكاتك. الراجل مجهز فاتورة جاهزة وتحت مكتوب الشروط والمحددات بتاعة الرهن ده. طبعا انا جبت لكم الصورة دي يمكن تحتاجوها، احنا اخوات وانا عارف ظروفكم المادية المهببة. بردون، طولت عليكم. اوريفار. مبروك مبروك مبروك، تم بحمد الله انتاج اول سيارة عربية مصرية، رمسيس. المكان مصر والزمان سنة 1954. المهندس المصري جورج حاوي هو صاحب أول مصنع سيارات في مصر لإنتاج سيارات شعبية صغيرة. وادي صورة إعلان العربية رمسيس، عمل عظيم وعربية محندقة وجميلة. شايفين؟ شايفين الأستاذ محمود رضا متشعلق فوقها بمنتهى الخفة إزاي؟ وأنا الأستاذة فريدة فهمي واقفة جنبها بمنتهى الدلال إزاي؟ طبعا زي ما انتوا شايفين العربية اتنين باب، والشركة المصنعة جابت النجمين محمود رضا وفريدة فهمي علشان يعملوا اعلان للعربية. ايه، عمار يا مصر، عمار يا رمسيس. بارتون، طولت عليكم. أوليفار.